تخرج لنا رواية واحدة متماسكة لا اعوجاج فيها أو انفصال، وأدلة فنية ومادية لتروي لنا مشاهد القضية تماسكت وتساندت تعددت فتطابقت وتواترت. وخير ما نبدأ به في عرض أدلتنا سيادة الرئيس هو سيد الأدلة، وكيف هو اعتراف المتهم بالتحقيقات، وكيفية اعترافه للركن المادي، ودلالة الركن المعنوي لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجنايات تعاطي الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي بدون مقابل، والإتجار في البشر والإتجار بالبشر في تناغم وترابط قاطع. اسمحوا لي يا سيادة الرئيس أن أعرض على سيادتكم الدليل وأقيمه على كل واقع، فلكل منها أدلة قاطعة تبرهن على صدق حدوثها، وإن كان المخطط في كل تلك الوقائع واحدا والقصد منها واحد والقاتل فيها واحد والباعث فيها واحد، فبان لنا المتهم صراحته عن اللحظة التي بدأ فيه فكره الإجرامي وباعثه على كل تلك الممارسات الشاذة مع النساء، وذلك كما جاء باعتراف المتهم بالتحقيقات من أنه استوحى فكرة معاشرة الموتى من المواقع الإباحية قائلا نصا: كنت بدور في البنات اللي بجيبهم من الشارع على أي بنت فيه ملهاش أهل ومحدش بيسأل عليها علشان أخدها معايا على البيت وأقتلها وأنام مع جثتها. هكذا سيادة الرئيس كان إقرار المتهم بالتحقيقات، هكذا أفصح عن مخططه بعبارات قاطعة الدلالة لا تحتمل التأويل أو التشكيك في مقصده ومقتضاه وارتكابه لواقعات القتل الثلاث. فأما بشأن قتله للمجني عليها الأولى المدعوة نور مجهولة الهوية، قال ما هو نصه: أنا قررت أقتلها وأعاشرها وهي ميتة. مضيفا: أنا جبت رباط الوسط بتاع الروب بتاعي وكنت واقف قدام السرير وظهرها ليا ولفيته حوالين رقبتها وفضلت شادد حوالي 5 دقايق لغاية لما راحت خالص. أما بشأن تعامله مع شخص المبني عليها رحمة أحمد صابر بالإيواء والاستخدام واستغلالها واستغلاله لضعفها وحاجتها بقصد الاستغلال الجنسي وقتله لها، فقد قرر في عبارات قاطعة ما هو نصه: أنا كان غرضي إنها تيجي البيت تاكل وتشرب وأعاشرها وأديها مخدرات تشربها معايا، واللي أنا أعرفه إن عائلتها فقيرة جداً وظروفها المادية تحت الصفر، وإن والدتها سايباها هي وإخواتها، وأنا كنت بعاشرها في أي وقت أنا عايزه طالما قاعدة في بيتي وبتاكل وبتشرب وبصرف عليها. كان هذا عن استغلالها الجنسي، فماذا عن قتلها؟ يجيبنا المتهم بالتحقيقات: وأنا كنت محتاج أعمل معاها زي نورة وأعمل اللي نفسي فيه من غير مقاومة، وده تقريبا كان في اخر رمضان. واضاف: انا بعد لما اديتها قرصين من عقار وذكر اسمه تحديدا في التحقيقات بل وقدمنا ضبطه بمصلح الكريم، احنا كنا بنمارس مع بعض ومسكت رقبتها جامد وما سبتهاش الا ما بعد سلمت روحها. مضيفا: انا عاشرتها احسن معاشره في حياتي، كنت في حاله نشوه جنسيه جامده جدا، كنت بعمل اللي نفسي فيه. وأما عن قتل المجني عليها السادس أميرا، يقول المتهم: تتموج على وجهه كالموج العتيم الذي يبتلع كل ما يقف أمامه ويمتص الحياة من بؤرة الوجود، يمشي على الأرض بأقدام ملوثة بدماء الأبرياء. جئناكم بمجني عليهن، تعدى المتهم على حرمتهن غير عابئ بإنسانيتهن، فعاملهن قلب هائم الردع مسلوبة الإرادة والإدراك، وقتلهن بأبشع طريقة، ولم يقف بفعله الخبيث عند ذلك الحد.
بل جامع جثثهن، نعم جامع جثثهن غير عاري بحرمة الموت، فأفرغ فيهن شهوته الشيطانية وترك